وبشأن مآلات الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية الدكتور صفي الدين حامد. دكتور حامد، مرحبا بكم. يعني في حالة خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية، هل سيتغير شيء في السياسة الخارجية الأمريكية خاصة في المنطقة العربية؟ تحياتي طبعا لك ولكل المشاهدين، والإجابة بالقطع يعني هيحصل تغيير. يعني أعتقد أن كل الإحصاءات والاستقصاءات بتدل على أن على الأقل مجلس النواب سيتحول الأغلبية إلى الحزب الديمقراطي، وهي طبيعة عند الأمريكيين. بالمناسبة المواطن الأمريكي بيعتقد أنه من الأحسن أن يكون في توازن، ما يكونش البيت الأبيض أو يعني حاكم رئيس جمهورية أمريكا إلى جانب المشرعين أيضا من نفس الحزب، لأن دي بيعتقدوا أن بيحصل عدم توازن في الموقف، وده اللي حاصل دلوقتي. طبعا الجموح والتهور عند الرئيس لا شك أنه يعني سبب متاعب كثيرة لكثير من الأمريكيين، منهم طبعا الأقليات. الأقليات بيحسوا بعنصرية بعض السياسات، منهم طبعا السود، منهم المسلمين والعرب، منهم اللاتينيين اللي هو من أمريكا الجنوبية والمكسيك وخلافه. كل دول بيشعروا بقلق شديد. حتى الريف الأمريكي بالذات في يعني في قلب أمريكا بيحس طبعا بأزمة إنه هذا الرجل في تصرفاته بعمل طيب تعريفة جمركية ضد الصين مثلا، نعم، وضد العالم كله، يعني ده بيضر بالمصالح بتاعة الفلاحين اللي بيبيعوا يعني قمح وذرة وكل المحاصيل. طيب دكتور، بناء على ما تفضلتم به، هناك من يرى أن الانتخابات ما هي إلا استفتاء على الرئيس أكثر منه اختيار أحد الحزبين الكبيرين، وهل يفسر ذلك اهتمام ترامب بهذه الانتخابات؟ هل تذهب مع هذا الرأي دكتور حامد؟ أنا أوافق مع هذا الرأي. فعلا أصبحت العملية يعني شخصنة للانتخابات، اللي هي انتخابات المجالس التشريعية، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وإلى جانب طبعا المحافظين وخلافه، يعني كلها محليات وخلافه. لكن أصبح يعني دكتور، هل تم اختزال الحزب الجمهوري بترامب فقط؟ صحيح. أنا أقول ويعني عن نفسي أنا شخصيا بقول، لأن هم تابعوه الحقيقة. يعني كان في صراع في الأول إن هذا الرجل متهور ولازم يعني، لكنه هو تغلب وأخذ الأغلبية يتبعوه بدل ما يعارضوه. اللي طبعا اللي عارض منهم يعني بعضهم قرر الاعتزال العمل الحكومي، يعني منهم مثلا رئيس مجلس النواب بول راين وكثيرون يعني. لكن في الكل أعتقد إنه الحزب الجمهوري تبع الرئيس ترامب ورضخ لتصرفاته اللي يعني اللي رأيناها على المسرح، ولذلك يعني من حق المواطن الأمريكي إنه يقول إنه لازم يعني نقصقص أجنحة هذا الحزب. طيب دكتور، أستثمر وجودكم معنا وآسف للمقاطعة، ولكن تعتقد أن توقيت سريان العقوبات على إيران له أبعاد انتخابية بالنسبة لترامب؟ لا، أنا أعتقد أنه هو جاء إلى الحكم من أول يوم وهو يريد أن يعني طبعا اللوبي الصهيوني كان له ضغط شديد عليه، لأنهم طبعا أكثر من خسروا بالصفقة الإيرانية يعني إسرائيل. نعم. فلذلك كان لازم يقدم هذا لهم، أنه يعني أنا سأدمر هذه المعاهدة. إلى جانب هو عنده حقد شخصي يبدو على الأقل من تصرفاته ومن كلماته، يمكن حقد عنصري ضد الرئيس باراك أوباما. كل ما عمله الرئيس باراك أوباما من إنجازات نقدر نقول أنه يعني بيمحيه واحدة بعد الأخرى. يعني مثلا اتفاق المناخ
العالمي خرج منه، اتفاق مع إيران خرج منه، الاعتراف ب يعني كل الأشياء كثيرة جدا، يعني لا يكون في مجال الآن لها. كانت العلاج الطبي يعني أو التأمين الصحي أهم شيء للمواطن نعم الأمريكي الفقير، برضو يعني سحب البساط من وسط هذا. ففي تكتل طيب دكتور، يعني مطالبة بهذه من مرة أخرى. دكتور تعتقد أن روسيا يمكن أن تلعب دورا جديدا في الانتخابات كما أشيع في الانتخابات الرئاسية؟ هناك أيضا أنباء تتحدث أو إشاعات تتحدث عن محاولات لاختراق الانتخابات إلكترونيا، هل سيجري أيضا في الانتخابات النصفية كما حصل في أو أشيع في الانتخابات الرئاسية؟ روسيا ستحاول، أنا متأكد أنها حاليا بتحاول. روسيا فهمت منذ سقوط الاتحاد السوفيتي أنها ليست بالقوة مثل يعني قوة عظمى، أصبحت طبعا محجمة وأصغر وخلافه. فرجل المخابرات العتيد بوتين فهم أنه تأثيره في العالم سيكون أنه هو ما يسمى هنا السبويلر، يعني المفسد، ان هو انا استطيع افساد اشياء كثيره في العالم، فاسمعوا لي واحذروا مني. فبهذا هو يعني اصبح له بعض الثقل الزائد، نعم بانه دكتور، ممكن زي ما حصل في سوريا مثلا، يعني في اي مكان يدخل فيه شكرا بيثبت ان هو يستطيع يعني سد الطرق امام شكرا اي شكرا دكتور، محاولات. حدثنا عبر سكايب مشكورا من واشنطن رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية الدكتور صفي الدين حامد، شكرا جزيلا لكم مرة أخرى.